وتقلبوا على الفحم الحجري النظيف وقلبوا على الاستراتيجيه ديال الدوله المغربيه فيما يخص داك اسمو الفحم النظيف، وغادي تلقاو بان راه من بين يعني المسائل اللي غادي الدوله كتشجعها وكتحبها الى اخره. الميزانيه ديال 244 مليون ديال الدرهم، مشروع ديال 244 مليون ديال الدرهم لي دو شوديير، انجاز ديال مجموعه كوزيمار، وانجاز اللي خاصنا نفتخروا به لان داروا مهندسين مغاربه اللي انتم منهم، مهندسين مغاربه، انتاج وطني. وهاد المراجل هذه اللي كتشوفوا هنا في ولاد عياد كاينين في باريس، مدينه باريس تنقولها وتحمل مسؤوليه وعارف اش كنقول، وكيخدموا في وسط الساكنه بدون بحال هذا الشكل. ما يمكنش كما قلت لكم، حنا غادي نجيو لواحد المدينه اللي كنحترموها مدينه ولاد عياد، وغادي نديروا واحد المشروع اللي غادي يقلق الساكنه ولا غادي يخلق لها مشاكل في الصحه ديالها والسلامه ديالها. وحنا مواطنين داخل هذه المدينه، والعمال ديالنا حتى هما راه تيعملوا داخل الوحده، راه الا كان شي تاثير غادي يكون اولا وقبل كل شيء على العمال ديال الوحده. ولكن حنا فاش كنديروا شي مشروع اليوم الا هو تيكون مشروع متكامل وكيحترم البيئه وكيحترم السلامه والصحه ديال المجال البيئي خارج المؤسسه وداخل المؤسسه، على ان كاينه هناك تخوفات فيما يخص المشروع. انتم اليوم شفتوا المشروع وشفتوا خدام، ما جبناكمش والمشروع ما خدامش. يعني اللي شفتوا اليوم باعينكم هو مشروع نظيف ولا داعي للقلق ولا داعي للمزايدات وما نزيدش على اكثر. هذا المشروع هذا طلب منا تقريبا 22 شهر، بدينا تقريبا في 2018، واليوم هذه السنه كنا غادي نكملوه قبل هذا التاريخ هذا، ولكن فجاء الكوفيد في 20 مارس توقفنا على العمل. هذا مشروع ديال المراجل اللي كتعمل بالفحم النظيف. الفحم النظيف ما كاينش داخل المجموعه ديال كوزيمار، كاين حتى خارج المجموعه ديال كوزيمار، لان كاينه هناك محطات اللي كتولد الكهرباء اللي هي على الصعيد الوطني، وكتعمل بنفس التكنولوجيا الى اخره. فيما يخص المجموعه ديال كوزيمار عندنا نفس المشروع في مناطق اخرى اللي ناجح وخدام، وما كاين حتى شي قلق، وعارفين اش كنديروا ضابطين الامور ديالنا. يعني الحمد لله جميع المراسلين الصحفيين ديال المنطقه زاروا المعمل ديال السكر، وزاروا المشروع ديال المراجيل اللي هو مشروع كبير جدا وتحترم جميع الضوابط البيئيه الصحه والسلامه، وغادي يعود ان شاء الله بالنفع على المنطقه. هذا كنعتبره يعني انفتاح كبير، الانفتاح كذلك عبر المشاريع اللي شفتوا. يعني كاين مشروع ديال بريسكولير وديال الالفابيتيزاسيون ديال المراه، ومشروع كذلك ديال اللي شنو السيد العامل ديال ادخال الرياضه في المؤسسات، لان كتعرفوا بانه باش نكونوا صريحين يعني المؤسسه اللي كتعتني بالرياضه هي اللي تتكون مؤسسه ناجحه، والتلاميذ والطلبه كيوصلوا لنتائج مهمه جدا. وهذا الشيء هاد المسائل هذه يعني تم تجربها في المؤسسات التعليميه خارج الوطن بحال امريكا بحال انجلترا الى اخره. ما يمكنش اليوم واحد التلميذ اللي كي 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 كيعتني بالرياضه على الاقل ثلاث مرات في الاسبوع
وفي المشروع غادي يكون هذيك 120 تلميذ وتلميذه اللي تم الاختيار ديالها غادي يكونوا زعما متبعين واحد اسمه برنامج في ثلاثه الايام في كل اسبوع لمده 3 سنوات. وفاش كيكون التلميذ يعني عنده واحد الجسم رياضي وعقل رياضي فالنتائج تتكون احسن واحسن واحسن. وهذه المشاريع هذه هي ان شاء الله غادي يتم التقويم ديالها مع جميع داك اسمه الاساتذه والاختصاصيين، وغادي نشوفوا حتى كيفاش التطوير ديالها في المجال باش ربما من 120 ندوزوا لارقام اخرى، وغادي نشوفوا جميع النتائج ديال هذا المشروع. لان ما يمكنش نبخسوا نقولوا راه على الرياضه ولا على الباسكت، غاديتو هذا الرياضه يعني تبين بانه التلاميذ اللي يعني يشتغلوا فيها والى اخره ومتبعينها النتائج ديالهم تتحسن من يوم الى اخر. السكينة قلت ما في الكثير، قلت ما في الكثير. السكينة ديال ولاد عياد مشروع على مشروع يعني تيحترم جميع الضوابط البيئيه ومجموعه كوزيون. ما يمكنش دير واحد المشروع اللي عنده قيمه بيئيه ناقصه، بالعكس يعني المعايير اللي تم اختيارها هي معايير يعني جيده جدا، وغادي تساهم في تحسين المجال البيئي على الاقل ب 60%. ولن يكون هناك اي ضرر لا للصحه ديال الساكنه ولا ازعاج ولا. وراكم شفتوا وزرتوا المشروع بحيث انه ذاك اسمه ما كاين هناك لا دخان ولا اسود ولا ابيض ولا ازعاج. فهمتي؟ الحمد لله. وهكذا غادي نسالوا لان هذه مسؤوليه كبيره. ومجموعه كوزيمار الحمد لله ساهمت خلال 10 سنوات بتقليص البصمه الكربونيه ب 40%. ما يمكنش باش تراجع اللور، بالعكس غادي تبقى تزيد لقدام وتزيد لقدام لصالح المجتمع اللي كتعيش فيه، وخاصه فيما يخص المؤسسه ديال ولاد عياد، المدينه ديال ولاد عياد والساكنه ديال ولاد عياد اللي كنحترموها وكنقدروها.